وللحديث أكثر عن مواصلة انتهاك حقوق المسيحيين واضطهادهم عن طريق القضاء ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. حياكم الله أستاذ مظفر. حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ مظفر، يعني سجل القضاء في العراق ما سماه مراقبون بالسقوط الجديد بعد رده طعن الكاردينال لويس ساكو من قبل المحكمة الاتحادية بخصوص المرسوم الجمهوري الداعي لإقالته. برأيك ما هي الشواهد على انحياز القضاء لجهات سياسية معينة؟ أستاذ عبد الرحمن، الشواهد قد تكون تصل إلى الملايين من الأمثلة من غدر الناس واضطهادهم ومصادرة ممتلكاتهم من سنة 2003 من بدء الغزو إلى حد هذه اللحظة. الفوضى اللي تعم العراق كبيرة، وفي ظل هذه الفوضى هناك من يتسيد الموقف بالسلاح وبالقوة. قد تكون لي الفرصة أنه أجيب لك مثل عني شخصيا. عائلتي تمتلك بيت كبير في منطقة راقية في بغداد. بسبب وجودنا بالخارج بالغربة منذ سنوات طويلة، وصلنا تهديد بمصادرة هذه الدار اللي يصل ثمنها إلى بضعة مئات الآلاف من الدولارات، تم تقديرها بثمن بخس أو مصادرتها. حتى بعد أنه رضخنا إلى هذا التهديد وقبلنا بالمبلغ الزهيد اللي انعرض علينا، تم اقتطاعه من عنده جزء للميليشيات اللي متنفذه. هذا جزء من ما يحدث للاقليات وللطوائف الصغيره اللي ليس لديها ميليشيات او ليس لديها سلطه. نعم، يعني هيئة علماء المسلمين كما تعلم أكدت على أن المسلمين درجوا عبر تاريخهم بعدم التدخل بشؤون الطوائف وترك الحرية لهم باختيار من يمثلهم. يعني إلى أي مدى تأتي دعوة هيئة علماء المسلمين؟ إلى أي مدى هي مهمة فعلا؟ وإلى أي مدى لا يتم تطبيقها فعليا في العراق؟ هو هذا العدل اللي احنا كنا عايشين في ظله، كل الطوائف والاقليات وكل الناس موجودين تحت ظل هذا المبدا، مبدا المساواه، مبدا العداله، مبدا عدم الاعتداء على الاخرين. هذا كان موجود قبل الاحتلال، وعلى هذا الاساس كانت الناس عايشه بتوائم وتالف مع بعضها البعض. لكن تدمير هذا النسيج اللي موجود بالمجتمع وتدمير المبادئ اللي يقوم عليها المجتمع ادى الى هذه النتيجه من 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 الظلم للطوائف والاقليات. زياره رئيس الجمهوريه الحالي الى الفاتيكان تزامنت كما تعلم مع قرار المحكمه الاتحاديه الاخير بخصوص رد دعوى الكاردينال لويس ساكو. برايك هل هذا التزامن يعني له أي صلة بالموضوع؟ أنا باعتقادي أنه هذه الزيارات يعني معدة مسبقا، لكن أنا أقرأ الخبر بصورة معاكسة. أقرأ الخبر أنه توقيت إصدار قرار المحكمة الاتحادية جاء بهذا الوقت تزامنا مع وجود رئيس المنطقة الخضراء في الفاتيكان، للإيحاء للرأي العام والإيحاء للناس أنه الفاتيكان موافق على هذه الخطوة، أو الفاتيكان ليس لديه تعليق. احنا نعرف أنه الدول ما تعلق رأسا في نفس اليوم أو في نفس اللحظة، لكن وجود رشيد في هذا المكان وتتزامن مع هذا إصدار هذا القرار من أجل أنه يعني المستمع أو المتلقي أو المشاهد أو المواطن راح يقول أنه الفاتيكان قابل على هذه الخطوة أو الفاتيكان ما عنده تعليق. هذا الشيء مو صحيح. يعني من أخذ هذا القرار يبدو مرتاحا من موقف الفاتيكان، على ماذا كان يعول من أخذ هذا القرار؟ هو يعول على 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 فارق الفارق الفارق الزمني، يعول على أنه صدر القرار، ما يأتي بعده راح يكون مو مهم. يعول على ردة فعل الفاتيكان، ما راح تكون ردة فعل مثل، يعني الفاتيكان دولة مسالمة، هي مو أمريكا على مود يعني أمريكا تهدد أو تتخذ قرار مضاد
او مثلا كل اموال العراق بيتها، كل اموال النفط بيتها، الفاتيكان دوله مسالمه، كل اللي راح يصدرون من يصدر من عندهم يصدر من عندهم قرار بادانه هذا الشيء او شجب هذا الشيء او رفض هذا الشيء، وهذا يعني راح يعتبرونه غير ملزم لهم. هل تتوقع صدور مثل هذا القرار من الفاتيكان؟ أنا أعتقد هذا الشيء، أعتقد أنه راح يصدر بيان استنكار أو بيان رفض، لكن أكثر من هذا الشيء ما راح يصدر من عندهم. ما أتوقع أكثر من هذا الشيء. نعم، يعني كما ورد في التقرير الذي شاهدناه قبل قليل، قبل إصدار المحكمة الاتحادية حكمها بفترة، صرح رئيس الجمهورية لأشخاص في إيطاليا أن قرار المحكمة سيكون لصالحه لا محالة. ما المؤشر الذي يقرأ من خلال هذا التصريح؟ وهل ينسف هذا التصريح بطبيعة الحال مزاعم استقلالية القضاء في العراق؟ والله بصراحة أستاذ عبد الرحمن، هو القضاء متورط لإذنيه بالسياسة وبالقرارات الخاطئة، يعني كليتنا شهود على القرارات، قرارات الانتخابات، قرارات احتساب الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر، قرارات بائسة، قرارات ما لها قيمة، قرارات لا تطبق إلا على الضعيف. يعني قبل أسبوع كانت بمناسبة حصول العراق على المركز الأول بالدول الفساد اللي موجود بالدول، اللي حصل العراق على المركز الأول، جريدة تراول هولندية عن طريق الصحفي اللي هو فاندير لوفن قال أنه صاحب أي ميليشيا صغيرة بالعراق يستطيع أن يحصل على قرار من القضاة العراقيين أو من المحاكم العراقية يلغي كل قرارات الدستور اللي موجودة، أو مثلا يرفض قرار أو يلغي قرار يتعارض مع مصالحهم. يعني للصحفي يقول أنه هنا للبيع والشراء بالقرارات والقوانين يتم علنا بين القضاة وبين الجنات. جزيل لك. إذن ضيفنا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.